سريعتان وعنيدتان. السباحة سبيلي لمستقبل جيد. لا تتصورني حياتهما بلا الماء. الرياضة هي كل ما عندي تقريبا. ليس لهن منافسات في أوكرانيا. تسبح أسرع من جميع الفتيات في تاريخ أوكرانيا المستقلة. هن أفضل سباحات أوروبا لفئة مواليد 2006-2007. أرفع قبعة احتراماً. ناستيا وليزا دنيتشينكا أختان. عبر ناستيا 11 سنة وليزا 9 سنوات. هما اليوم فخر أوكرانيا. تزاولان الفتاتان السباحة منذ عدة سنوات وتشاركان في المنافسات وتفوزان. زاولتا في البداية الجمباز، وبسبب زخم الطاقة لديهما وجب إشغالهما بأي شيء. ناستيا كانت في الرابعة وليزا أصغر. بسبب ألم المفاصل نقلتنا أمنا للسباحة. الوالدان لم تسجلهما لممارسة السباحة صدفة، بل كان لديها أسبابها. قلت لزوجي: سأسهل عليك المهمة إن غرقت بنا السفينة يوما، حتى لا تحتار وقتها من ستنقذ. سنعلمهما السباحة لكي تتمكن من إنقاذ أنا. لم تتقن الفتاتان السباحة أبدا، حتى أنهما لم تعرفان كيف يمكن بسهولة العوم على سطح الماء وعدم الخوف منها، ليصبح من الصعب انتشالهما منها لاحقا. سميناهما البطتين، كانتا تطيران في الماء من السعادة. بعد مرور بضعة أشهر لم تبقى ناستيا ابنة الستة أعوام ولا ليزا ابنة الخمسة في أي مجموعة طويلة، لأن الفتاتين تعلمتا السباحة بسرعة كبيرة ولم يكن لهما منافسا بين أقرانهما. صمدتا في المجموعة الأولى يومان، كانتا الأخيرتين عند دخولهما، بعد يومين صارتا الأولتين. حققت الأختان صعودا رياضيا سريعا وانتصارات كثيرة، حتى أنهما في عمرهما الرهيب لم تكونا تفهمان ماذا تعني الأرقام المعبرة عن جزء من ألف من الثانية. سبحنا مسافة 25 مترا مرتين. الثانية كانت أفضل من الأولى ولم أكن أعلم بذلك. فور دخولي غرفة الملابس أجهشت بالبكاء لظني أني كنت سيئة. سنة 2014 تتبارى ليزا ابنة الست سنوات مع المجموعة الأكبر سناً، وكان ذلك مبهراً، فلقد فازت الفتاة على الأطفال الذين كانوا أكبر منها بسنتين، وصارت بطلة منطقة دنيسك في السباحة لفئة مواليد 2005. سبحت يومها 100 متر مختلطة، لكن المدرب أنبني على تراجع نتيجتي. لأن ليزا بدأت بتحقيق النتائج مبكراً، طارت وراحت تقوم بلا لم يفعله أحد سابقاً، فظهرت عندها ثقة كبيرة بنفسها. ولكن أمراً طارئاً عكر سعادة الانتصارات، حيث توجب على العائلة إيجاد حل للبقاء على قيد الحياة بعد بدء العمليات الحربية في دنيسك في موطن الأختين. عقب الانتخابات وإعلان ما يسمى دينير، فهمت العائلة أنه لن يكون للأطفال مستقبلاً في دنيسك، ليأتي قرار الانتقال إلى كييف سريعاً. كان عمري 7 سنوات عندما قالوا لي أن علينا الرحيل، بحجة أننا سنذهب إلى مخيم رياضي. قلنا للأطفال أننا سنعود لاحقاً، ومنذ رحلنا لم نعد. أخذت العائلة الوثائق وما تحتاجه الفتاتان في السباحة فقط. أردت حينها أخذ الألعاب، لكن عددها كان كبيراً، سمحت أمي لنا أن نأخذ لعبتين فقط. كانت فترة خطيرة جداً، أعدموا الناس واستولوا على سياراتهم، لذا لم نأخذ الأمتعة كي لا يتعرض لنا أحد. وجب عليهم في كييف الانطلاق من جديد، وليس من الصفر وإنما من تحته بكثير، إذ لم يكن لدى أفراد العائلة حتى الأحذية. من بين الناس التي غادرت دنيتسك ربما كنا الأغرب، لأننا بحثنا عن شقة بقرب المسابح، بحثنا شهراً ولم نعثر على ما نريد، كأننا خرجنا من دنيتسك إلى العدم. ولكن في حين كان الأهل منهمكين في توفير الظروف للحياة، شغل بال الطفلتين شيء آخر، وهو أن انتقالهم قد يقضي على مهنتهما الرياضية. كنت أفهم ذلك وكنت خائفة من البقاء بلا بيت وبلا مدرب.
23 جوع. كانت مرحلة صعبة جدا عليهما، فعند مغادرتنا انهار عالمهما، كانتا مذعورتين، بكيتا، وأظن أنهما تمكنتا من تخطي ذلك. تزاول الطفلتان منذ بضع سنوات السباحة تحت إشراف مدرب الاتحاد السوفيتي وادين تشيبيتاروف، كما وجذبت الأختان من خلال الإنترنت منذ عام 2014 انتباه فيتشيسلاف سيمغايكين مدرب أوكرانيا في السباحة وبطل العالم في فئة ماسترز، ومنذ ذاك الحين وهو ليس مدرب السباحتين الصغيرتين فقط بل وملهمهما. أقدم لهما ما لا تحصلان عليه أثناء الدروس الأساسية، مثل التمرينات الفريدة وبعض الأمور النفسية التي تساعدهما في السباحة. أقول لهما كيف يجب أن تفكرا وأن تتصرفا. بفضل الثبات والمثابرة حصلت هاتان الطفلتان الرقيقتان على المستوى الأول للبالغين في السباحة. القدرة على الصبر، وليس تحمل الأحمال والألم الجسدي فقط بل ومزاحمة المنافسين. وهناك حالات أصعب تتمثل بالاستسلام. أنزعج من تقديم نتائج سيئة وأقول هذا لن يحدث أبداً، لقد انتهينا، لن أمارس السباحة بعد الآن، لكن ذلك لا يطول وتعود الأمور إلى مجاريها. كلما كان المستوى أعلى كلما حدث ذلك أكثر. في جميع الأحوال هناك لحظات للاستسلام، والمهمة الأولى في هذه اللحظات ألا تتراجع. مرت ناسا بمرحلة من الإحباط، ولكن الطفلة عادت إلى طبيعتها، ولديها اليوم أكثر من 50 ميدالية ذهبية، وهي الأولى في السباحة بين أقرانها في أوكرانيا وفي أغلب الدول الأوروبية. أنا أفهم قبل الجميع كم هذا صعب عليهما، لأن السباحة ليست رياضة جماعية وإنما فردية. هذا صعب من الناحية النفسية، ومن الصعب حتى على الكبار تحمل ذلك. أرفع قبعتي أمامهما، ويجب وضع تمثال لهما لممارستهما هذه الرياضة الصعبة. من الصعب تصديق ذلك، ولكن لدى ليزا ابنة العشر سنوات حوالي 150 ميدالية ذهبية، هي الرقم الأول في السباحة ليس في أوكرانيا وحدها بل وفي أوروبا في فئتها العمرية، حتى أنها في طليعة الأطفال الذين يكبرونها بعام. ليزا تسبح بشكل ممتاز بالنسبة لعمرها، وفي حين أن أقرانها لا يستطيعون السباحة، ليزا غالبا ما تفوز بالميدالية. تسبح أسرع مما سبحت جميع الفتيات في تاريخ أوكرانيا المستقلة. لا يوجد في أوكرانيا منافساً للفتاتين، لذا تشاركان في المنافسات خارج البلاد. كما تفوقت ليزا ابنة العشر سنوات بإنجازاتها على والدها بعشر سنوات. الصغيرة وصلت لدرجة معلم السباحة، وأنا حصلت على هذا في الجامعة فقط. ترافق الأم الابنتين في جميع المنافسات، فهي الصديق الأفضل، هي الناقد الأول، وتعتبر الأم أن فتح باب الإمكانيات أمام طفلتيها مهمتها الأولى، أما كيفية استخدامها لهذه الفرص فتعود إلى اختيارهما فقط. عندما بدأتا مزاولة السباحة لم ترغبا بالخروج من المسبح، ألحتا على التدرب دائما. كجميع الآباء أنا فخور بابنتي، ليس بإمكاني أي طفل تحقيق هذه النتائج. أنا فخور وفخري كبير لأنني أعلم حجم الجهد المطلوب للتوصل إلى كل هذا. أنا امرأة سعيدة لأنني استطيع الافتخار بأولادي، ليس لأنهما سباحتين فقط، أظن أنهما ستطالان العلا في الرياضة بفضل طاقاتهما الداخلية. الشيء العجيب أن هاتين الفتاتين تقضيان كل يوم جزءا كبيرا من وقت فراغهما في الماء، فالسباحة تتطلب تدريبات قاسية ومتعبة، حتى ولو كانتا ناعمتين ورقيقتين يجب عليهما الاستيقاظ في الصباح الباكر لأن الماء تناديهما. هذا عمل كبير، من ساعتين إلى أربع ساعات على مدار الأسبوع. من المهم جدا عندما نضع هذا البرنامج الدوري أن يتعود الطفل على القيام على العمل نفسه في نفس الوقت. وأحياناً تريدان أن تناما أكثر قليلاً مثل جميع الفتيات في هذا العمر.
عندما تنام وتنام ويأتي والدك ويقول هيا إلى التمرينات وكله حماس. عندما أشعل الضوء في السادسة صباحا لأفقهما يؤلمني ذلك كثيرا. بالإضافة إلى البرنامج الرياضي المكثف، يجب على الفتاتين إيجاد وقت للدراسة لتحصيل العلامات الجيدة والمشاركة في النشاطات الأخرى التي تجلب المتعة. الرسم مثلاً يهدي ويلهم، اللهو النشط ممنوع عليهما، ونادراً ما تسمحان لنفسهما ركوب الدراجة وبصحبة الكبار فقط. توجد قيود صارمة عليهما في الترفيه، أي إصابة ستؤثر عليهما؟ لا يمكنهما التزلج ولا التزحلق، لا على الأحذية البكرية ولا الألواح أو حتى على المنصات الجيروسكوبية. مرت ليزا بتجربة مرة مع المنصة الجيروسكوبية، إذ أنها أصيبت إثر سقوطها عنها وحصلت على تمزق في الأربطة، وكانت المباريات بعد 3 أسابيع. قدموا لنا رباطاً من البلاستيك اللين الذي يمكن انتزاعه، وهكذا سبحت الطفلة بهوادة في الأسبوع الذي سبق المباريات، ومن ثم خرجت ونزعت البلاستيك وسبحت وكانت الأولى رغم إصابتها. هناك قيود أكثر قساوة على الأطفال المزاولين للرياضة باحتراف. يمنع عليهما التوعك إطلاقاً، تتعاملان بحذر شديد مع كل شيء يمكن أن يعوقهما من دون أن نشارك نحن في ذلك. لا تتصور الأختان اليوم حياتهما بلا سباحة. الرياضة هي حياتي، هي كل ما أملك هنا في كييف. السباحة بالنسبة لي هي فرصة لحياة كريمة. قالت لي ليزا إحدى المرات أن اليوم الذي تعيشه من دون مسبح هو يوم فارغ، وفهمت حينها كم هذا جدي بالنسبة لها. تعتبر ناستيا وليزا أن حظهما كبير بسبب وجود كل منهما عند الأخرى. لا أتصور حياتي أبداً بلا أختي، دونها أشعر بملل كبير. ليزا تسبح أسرع مني في بعض المسافات، لدي طموح أن أسبقها. هذا ما يسمى زملاء التحدي. الأختان لا تتحديان بعضهما فقط، بل وتتحديان مدربهما بطل العالم في السباحة.